انا هطول معاك شويه، عندي ناس كتير قوي اشكرها. اول حاجه كنت عايزه اشكر ربنا طبعا على كل حاجه، وكنت عايزه اشكر اهلي اللي دايما في ظهري. طبعا عايزه اشكر كل فريق كامل العدد، انا بحبكم قوي 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 ده. انا بقيت 12 سنه بمثل، ودور فريق ده يعني اول دور فرق مع ناس او ناس عجبتني منه. فطبعا كنت عايزه اشكر استاذه رنا بوليش واستاذه ياسر طاهر، وكنت عايزه اشكر طبعا خالد الخفاوي واستاذه ساره وكل طاقم الاخراج ودي او بي طبعا، وكل طبعا مهندسين الصوت واستاذ وسام وكل طاقم الانتاج جدا كلهم طبعا، وكل الكاس كامل على التشريف سلامة وسعد ناشر بيه، بحبكم قوي. وكل اللي عملوا اخواتي مالك حمزه جاسكا سيليا يونس ويوسف ثانية في ناس كانت مشهورة أنا نسيت طبعا كنت عايزة أقول شكرا على الإحسان ده، أنا الوحيدة اللي مشاركتش النهاردة بس الحمد لله، وشكرا أوي بحبكم. شكرا مفيدة طبعا، شكرا بعدين نطلع على الستيج وكل حاجه تكون طيب. طيب دلوقتي هتقدم بس كوميدي اكترس.